الرحمن الرحيم، معكم أخوكم فيصل السوادي. في هذا الفيديو راح أتحدث عن موضوع مهم جدا، وأنا متأكد أي شخص له الآن تقريبا أشهر، لا نقول سنوات، أشهر فقط في السوق راح يكون مرت عليه هذه المشكلة. هل تساءلت يوم من الأيام لماذا بعد ما تشحن أو بعد ما تحول فلوس أو مثلا نقول تبدأ حساب جديد، مثلا لنفترض ب10,000 دولار، لماذا يبدأ مستواك بالتنازل وبالانخفاض بعد تقريبا ثالث أو رابع أو خامس صفقة؟ بالكثير بعد خامس صفقة يبدأ مستواك وأدائك يهبط بشكل واضح، وتبدأ أنت تستغرب أنه والله مثلا تقول، وهذا الشيء أنا أشوفه باستمرار، يقولوا لي الناس والله حولت فتحت حساب جديد ب10,000 دولار وفي البداية كنت ماشي صح، بس بعدين بدأ مستواي بالهبوط بشكل واضح ومتعب نفسيا بالنسبة للمتداول. هل تعلم لماذا يحدث معك هذا الأمر باستمرار مع كل حساب جديد أو مع كل تحويل جديد لمبلغ معين من المال؟ السبب نفسي. لنفترض اليوم أنك أنت فتحت حساب ب10,000 دولار وربحت أول صفقة وثاني صفقة وثالث صفقة ووصل حسابك إلى 10,500 دولار مثلا، بعدين بدأت خسارتين أو ثلاثة أو أربع خسائر ونزل حسابك إلى 9,000 دولار. الآن أنت طبعا تحدثنا في الفيديوهات السابقة عن أهمية الاستراتيجية. إذا كانت هذه الاستراتيجية أنت عندك اللي أنت جالس تشتغل عليها، لما تبدأ الخسائر عندك راح يبدأ تبتعد قدر الإمكان على الاستراتيجية. ليش؟ أنت بنيت استراتيجية جالس تشتغل فيها بشكل فني، ظهرت عندي بعض الإشارات الفنية راح أفتح الصفقة، ما ظهرت هذه الإشارات راح أكون على الويتينج وأنتظر أشوف فرص أخرى، والسوق كل يوم موجود. لكن لما تبدأ هذه الخسائر تبدأ وتنزل من 10,000 إلى 9,500 إلى 9,000 إلى 8,500، راح تبدأ تحسبها بشكل مئوي، راح تقول والله خسرت اليوم 10%، حسابي نزل 15%، حسابي نزل 20%. الآن أنت راح تحاول تبدأ إيش؟ بالتعويض. وهنا راح تبدأ المشكلة الكبيرة بالنسبة لك. تدمير المحفظة يبدأ لما تبدأ تحاول تعوض. ليش؟ دائما البناء يستغرق أكثر من الهدم. إذا حسابك فيه، أنت حسبها بشكل رياضي، إذا حسابك فيه 10,000 دولار وهذه 10,000 دولار نزلت إلى النصف، يعني صار حسابك 5,000 دولار، أنت الآن نزل حسابك 50%، لكن لحتى ترجع لنقطة الصفر من 5,000 دولار إلى 10,000 دولار أنت محتاج إلى ربح 100% بس عشان ترجع لنقطة الصفر. البناء دائما أصعب من الهدم. كيف الحل؟ كيف ممكن تتجاوز هذه العقبة وتبدأ تعمل بنفس العقلية أو بنفس الحالة الذهنية اللي بديت فيها التداول لما كان حسابك فيه فقط 10,000 دولار؟ الحل سهل جدا، لا سهل جدا طبعا بالنسبة لي أني أتكلم وأشرح لك الحل، لكن أنت بالنسبة لك راح يكون أكثر مستحيل تقريبا، إذا ما تدربت عليه بشكل كامل مستحيل تقدر تطبق الحل اللي راح أعطيك إياه اللي أنا أعتبره بالنسبة لي سهل. أولا قم بإخفاء الرصيد دائما من شاشة التداول. أنت عارف يعني مثلا إذا شغال على الميتا تريدر أو أي برنامج آخر باستطاعتك تلغي خاصية عرض الرصيد أو اللي هي التيرمينال، تلغيها من شاشة التداول وتركز فقط على التشارت، وتؤمن تماما أنه رصيدك الحالي هو رصيدك الحقيقي. يعني أنا كثير من الشباب أسألهم ها كيف أدائك، والله كان معي 5,000 دولار وصارت 2000. أنا ما لي دخل كم صارت 5,000 دولار، أنا علي الآن أنت رصيدك الآن كم. رصيدك وصل إلى 2,000 دولار من 10,000 دولار مو مشكلة، اشتغل على أنه رصيدك 2,000 دولار فقط. لما أنت تبدأ تفكر ب10,000 دولار أو لما تبدأ تفكر بالمال راح تذكرها بالشكل هذا، تفكيرك بالمال سيقودك لخسارة الكثير من المال. واضح؟ حاول تفكيرك بالمال سيسبب لك خسارة المزيد من المال، لأنك أنت الآن ما جالس تفتح الصفقة على ظهور سبب أو إشارة فنية، ما راح تفتح صفقة لأنه والله المؤشر الفلاني عطاني إشارة أو الاستراتيجية اللي أنا شغال عليها عطتني إشارة دخول شراء أو دخول بيع. أنت الآن تفكيرك فقط كيف ترجع لي نقطة الصفر أو كيف ترجع للرصيد الأساسي. الصفقة الحالية اللي أنت جالس تفتحها ما لها أي علاقة برصيدك، رصيدك الحالي ما لها أي علاقة بالفرصة اللي أنت شايفها قدامك في السوق واللي أنت جالس تحاول تفتح فيها صفقة جديدة.
ان شاء الله تكون الفكره واضحه وسهله بالنسبه لكم اللي شرحتها، لكن تطبيقها زي ما قلت لك صعب. الفيديوهات القادمه ان شاء الله نتحدث عن مزيد من الصعوبات والعوائق اللي تواجه المتداولين في اسواق المال. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. كان معكم اخوكم فيصل السويدي.